تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم السبت الموافق 7/8/2021 الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 أطنان. بذلك يصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 19 طن. سلمت اليوم السبت الموافق 7/8/2021 مديرية أوقاف بني سويف عدد 3 طن الدفعة الخامسة. يصل إجمالي ما تم استلامه حتى الآن 19 طن. تسلمت اليوم السبت الموافق 7/8/2021 مديرية أوقاف القاهرة 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي، بحيث يبلغ إجمالي ما تم صرفه 24 طن. تاريخ السبت الموافق 7/8/2021 لتصل حمولة تحمل حمولة 3 أطنان، يكون إجمالي ما وصل إلى المديرية 15 طنا إلى اليوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه هي الدفعة الرابعة من لحوم صكوك الأضاحي تصل إلى مديرية أوقاف الفيوم من وزارة الأوقاف المصرية اليوم السبت 7/8/2021، وبهذا يكون قد وصل للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي 14 طن إلى الآن، توزع على الأسر الأكثر احتياجاً وفق تعليمات الوزارة. وقد شرفنا اليوم يعني الأستاذ الدكتور محمد عماد نائب السيد المحافظ. بشكر وزارة الأوقاف على دورها في المجال الدعوي وفي مجال مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً سواء في محافظة الفيوم أو في باقي محافظات الجمهورية. مديرية أوقاف الفيوم احنا على تنسيق مستمر في كل الأمور، سواء في أزمة كورونا والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، في المناسبات بيتحملوا عبء كبير. بشكر جميع العاملين بمديرية أوقاف الفيوم، كل الزملاء من الإدارات والعاملين بالمساجد. كل عام وحضراتكم بخير ومتشكرين مرة أخيرة. شكرا.